الحمد لله أعزنا بالإسلام وارتضاه لنا دينا وبعث فينا محمدا سراجا منيرا. سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو عام القمر يدور دورته، لنستظل الآن بهذا الشهر الكريم ربيع الشهور الذي تتوق إليه النفوس والقلوب والعقول على مدار الأيام. إنه شهر رمضان، شهر ولد فيه الإسلام، شهر أنزل فيه القرآن على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وها هي وزارة الأوقاف تقدم كل ليلة من ليالي هذا الشهر الكريم احتفالية خاصة، احتفالية هذه الليلة من مسجد نفيسة العلم السيدة نفيسة رضي الله عنها. نستمع في بداية هذه الأمسية المباركة إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة لما يتيسر من سورة آل عمران، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه النعماني برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم، وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم
أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. ويستحيون نساءكم. ويذبحون أبناءكم. ويستحيون نساءكم. وفي ذلكم بلاء ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. صدق الله العظيم. وبعد أن استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية احتفالا واحتفاء بشهر رمضان المبارك، يسعدنا أن نستمع إلى هذا الحديث المبارك الذي يحث على الإتقان في العمل، وباعتبار أن الإتقان أمر مهم حث عليه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. حول الإتقان في العمل يحدثنا فضيلة الدكتور أعلى الله الجمال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وصحابته الطيبين الطاهرين، وبعد. موضوع حلقتنا عن الإتقان، والإتقان له مفهوم خاص. الإتقان يحتاج إلى إخلاص، الإتقان يحتاج إلى جد وسعي واهتمام. وإذا أردت أن تتعلم الإتقان فتعلمه من رب العزة سبحانه وتعالى. انظر إلى بديع صنعه وخلقه، عندما تقرأ قول الحق سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وعندما تقرأ قول الحق سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وعندما تقرأ قوله سبحانه: وصوركم فأحسن صوركم. عندها تفهم أن الله سبحانه قد أحسن إلى خلقه، لأنه رب الناس. وعندها تعلم أن الله قد اعتنى بعباده، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. فإذا أردت أن تتعلم الإتقان فتعلمه من رب العزة سبحانه وتعالى. وقد أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قائلا: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أن يحسنه، أن يتمه على أكمل وجه وعلى أحسن حال، أن يخلص في هذا العمل وأن يهتم بعمله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ولهذا القيمة في الإتقان تعود إلى العمل الجيد حتى ولو كان قليلا. فإن الإمام عليا كرم الله وجهه قال: إني لا أهتم لقلة العمل، ولكني أهتم للقبول، أي النتيجة الصالحة الطيبة، أهتم لتلك الثمرة الطيبة الجيدة. وقد تعلمنا أنه لا بد من العلم قبل العمل حتى يكون العمل صالحا.
قال ربنا فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي العلم أولا، ثم قال واستغفر لذنبك، هذا عمل وللمؤمنين والمؤمنات، فلا بد من العلم قبل العمل. والإتقان يحتاج إلى همة عالية، فقد قالوا رجل ذو همة يحيي الله به أمة، وقال بعض الشعراء لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. وقد ورد أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه تحدث عن الهمة العالية فقال إن لي نفسا تواقة تاقت إلى الإمارة فنلتها، ثم تاقت إلى الخلافة فنلتها، ثم تاقت إلى الجنة وأرجو من الله أن أكون من أهل الجنة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الإنسان أن يتقن حتى في آخر لحظة في حياته، فقد قال إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليفعل. فالإتقان هو عبارة عن إخلاص وإحسان وعناية. نسأل الله أن يوفقنا للأعمال الصالحات الطيبات، وأن يبارك في أعمالنا. هذا والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى كلمة العلم، ونحن ننقل لحضراتكم هذه السهرة الإيمانية المباركة عبر موقع وزارة الأوقاف المصرية في هذه الليالي المباركة أيها الإخوة المؤمنون. ونختتم هذه السهرة بالدعاء والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. المولى سبحانه وتعالى يقول ادعوني أستجب لكم، فنرفع إلى الله سبحانه وتعالى أكف الضراعة، داعين المولى عز وجل العفو والعافية في هذه الليالي الكريمة المباركة، داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين بل وسائر بلاد العالمين. والآن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والابتهال مع المبتهل الشيخ محمد إبراهيم الجزار. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد. لك يا والقلوب توحد. بك نستعين وأنت بك نستعين وأنت عون من ارتجى
نحن العباد، نحن العباد، نحن العباد، وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريك الله رب الله.